ولنقاش الملف اللبناني وتعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب الصحفي عبد الرحمن صلاح الدين. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. مضى أكثر من شهر ونصف على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة ولم تكتمل بعد هذه التشكيلة، كيف يفسر ذلك؟ يعني هو في حقيقة الموضوع بغض النظر عن التصاريح الإعلامية والشروط المضادة، تشكيل الحكومة اللبنانية هو مرتبط بشخصية الرئيس الأمريكي المقبل. لكي لا ننسى، تم تكليف رئيس سعد الحريري قبل أسبوع أو أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، وبالتالي كانت الأمور بانتظار معرفة من هو الرئيس المقبل. مع رسوب ترامب ونجاح بايدن، فيبدو أن القوى السياسية اللبنانية بعمومها وتحديدا حزب الله وتحديدا الرئيس عون أيضا هم بانتظار معرفة ما كيف ستكون سياسة بايدن في المنطقة، وعلى اعتبارها سيتم تشكيل الحكومة. لأنه كما هو معروف أن شروط إدارة ترامب في لبنان هي شروط تعتبر قاسية على حزب الله، هي تريد خروج الحدود البرية والبحرية والجوية من يده، بالإضافة إلى نزع وزارة المالية ووزارة الصحة منه أو عدم تشكيله بالحكومة مطلقا، وبالتالي حزب الله لا يريد القبول بهذه الشروط، وبالتالي هو ينتظر أن يتولى بايدن الرئاسة على أمل أن بايدن سيكون أقل تحاولا مع إيران في المنطقة وبالتالي مع حزب الله. في هذا السياق كانت صحف عربية تحدثت عن خيار وحيد أمام الحريري لتشكيل الحكومة وهو التساهل، هل يعني ذلك تقديمه لتنازلات؟ يعني إذا في حال تساهل الحريري من دون رضا أمريكي، فهذا يعني أن الحكومة برمتها قد تكون معرضة لعقوبات أمريكية. الحريري يراهن على قدرة الفرنسيين على إقناع الجانب الأمريكي بتخفيف هذه بتخفيف القيود أو بتخفيف شروطهم تجاه حزب الله، وبالتالي أنا يعني لا أتوقع إمكانية الوصول إلى تشكيل حكومة قبل تولي بايدن الرئاسة وقبل معرفة خطط بايدن للتعامل مع قضايا المنطقة. قبل ذلك ربما لن يتم تشكيل أي حكومة في لبنان، وستبقى الأمور رهينة التأجيل ورهينة محاولات يعني إيجاد وقت وفواصل زمنية بانتظار وصول بايدن إلى الحكم. في حال إصرار ميليشيا حزب الله وغيرها من الأطراف على المطالب واستجابة الحريري لذلك، هل ستختلف الحكومة الجديدة عن سابقاتها التي شكلت بالمحاصصة والضغط؟ لا يمكن للبنان عمليا أن تخرج أي حكومة سياسية من المأزق الكبير الذي هو فيه، لأن المأزق هو ليس مجرد صدام دولي على لبنان أو ليس مجرد أزمة مالية أو اقتصادية. لبنان يعاني من أزمة حكم، من أزمة نظام. هذا النظام ما يسمى بالديمقراطية التوافقية لا يمكن أن تنتج دولة حقيقية، لا يمكن أن تنتج نظاما سياسيا مستقرا، وبالتالي كل الأزمات الأخرى، يعني بين الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية، هي بنت لأزمة النظام التي يعاني منها لبنان. وبالتالي لابد من حكومة عمليا، حكومة تكنوقراط تمتلك غطاء محلي وغطاء دولي، تنفذ سياسة إصلاحية عميقة وربما حتى سياسة تشريعية. أنتم من هذه الحكومة سلطة تشريعية وليس فقط سلطة تنفيذية، لكي تتمكن من إخراج لبنان من أزمته العميقة التي فيه، وربما حتى ربما الوصول إلى تعديل دستوري يخفف، ولا أريد أن أقول ألغي لكي نكون واقعيين، وإنما يخفف من سطوة المحاصصة الطائفية التي شلت لبنان والتي وضعته في مأزق لا يمكن الخروج منه إلا صراحة بإصلاح دستوري حقيقي وبحكومة تكنوقراط ذات صلاحيات واسعة تشريعيا وتنفيذيا. بالتزامن مع تحذيرات أوروبية للبنان من انهيار اقتصادي وشيك، إلى أي مدى يعد ذلك تهديدا مبطنا للقوى السياسية الحاكمة؟ القوى الأوروبية هي تدرك أنها لا تستطيع أن تمد يدها إلى لبنان بدون رضا أمريكي أو بدون يعني غض طرف أمريكي، وبالتالي نقصد فرنسا، يعني فرنسا باعتبارها هي عربت لبنان دولياً، وبالتالي هو رسالة غير مباشرة من المنظومة الدولية إلى اللبنانيين بضرورة إجراء تغيير وبضرورة الاستجابة لمتطلبات الموازين الدولية، لكن هذا يبقى رهينة أمرين اثنين، الأول هو حزب الله بشكل مباشر والثاني هو الرئيس عون. إن كان الرئيس عون أبدى نوع من المرونة
تجاه هذا الموضوع، لكن حزب الله حتى اللحظة لا يزال متصلبا، وهو ربما يعني ليكون واضحين، حزب الله لا يريد أن يدفع ثمنا لماكرون، لأنه يدرك أن العقد والحل والربط دوليا هو بيد الولايات المتحدة وليس بيد فرنسا، وبالتالي هو عندما يكون هناك مفاوضات، يعني بمعنى عندما يكون ماكرون لا يفاوض باسمه، وإنما يكون ماكرون هو ربما وسيط بين حزب الله وإيران من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى، نعم ربما قد تصل الأمور إلى حل ما، أو عند ذلك يكون حزب الله مستعدا لدفع هذا الثمن، لكن دفع الثمن لفرنسا سياسيا، حزب الله يدرك أن فرنسا لا تملك الحل والعقد، وبالتالي الموضوع عند الولايات المتحدة، ونحن ننتظر الرئيس الأمريكي الجديد لسياسته، هو نحن في مرحلة انتظار كل ما يشاء. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد الرحمن صلاح الدين، حدثنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.